مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا العدد الجديد من الحكاية وما فيها. الفيفا تصدر عقوبات قاسية في حق المغرب بسبب الجزائر. هذا هو الموضوع الذي خصصناه لنهار اليوم من برنامج الحكاية وما فيها. انقضت كأس العرب ومضى فوز المنتخب الوطني الجزائري على المنتخب المغربي ليصنف في مجلدات التاريخ بأحداث فارقة يصعب على الجماهير نسيانها، كهدف يوسف بالليلي العالمي الذي كما أسمعه البعض على طريقة الكابتن ماجد. لكن انعكاسات هذه المواجهة لا تزال تلقي بظلالها على الساحة الرياضية العالمية، حيث كشفت مصادر إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أصدر قرارا صارما في حق الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم بسبب الجزائر. فيا ترى ماذا اقترفت المغرب في حق الجزائر وما الدافع من وراء هذه العقوبة؟ عاقبت الفيفا المنتخب المغربي بغرامة مالية قيمتها حوالي 20,000 فرنك سويسري كما هو موضح في البيان أدناه. وأرجعت المصادر ذاتها سبب العقوبة إلى إطلاق الجماهير المغربية لهتافات عنصرية خلال المباراة التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره المغربي خلال منافسات كأس العرب. كما عاقبت الهيئة الكروية الدولية الأنصار والجامعة المغربية بطرق أخرى على غرار تقليص عدد الجماهير التي سيسمح لها بحضور المباراة الفاصلة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية وفقا للمصدر ذاته. كما قررت الاتحادية الدولية لكرة القدم غلق المدرجات خلف المرمى ومنع الجماهير المغربية من الجلوس فيها. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج الحكاية وما فيها. دمتم في رعاية الله وحفظه.